السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله كل بخير. اليوم المحاضره مالتنا راح نحكي بها على السكن والابندج اللي هي الملحقات الخاصه بالسكن. راح نجي ناخذها واحده واحده ونشرح بسرعه عامه. راح نجي نحكي على الانترودكشن. السكن هو راح يكون لارجست اورجان موجود بالبادي، اضافه لانه ذا ماني ديفرنت فانكشن. راح ناخذها هسه واحده واحده. كبارس مالتها راح تلفن ان السوبر الفيشل لاير راح يكون هي الابيديرمس، اما ديبر لاير راح يكون اسمها الديرمس. فانكشن مالت السكن مجموعه من الفانكشن، كل فانكشن ترجع ل ستراكشر موجود بالسكن، ولهذا راح يعز على ستراكشر خاص فانكشن خاصه. اول شيء بروتكتيف من فانكشن راح يكون هو ديفنس، كونه هو الاوتر لاير مالت السكن، يحافظ لنا من الالترا فايولت لايت والراديشن اللي راح يكون هارمفول للبادي. اضافه راح يحافظ لنا على الباثوجين والانفكشن. ليش؟ مجموعه بمجموعه من السيلز تحافظ لنا على السكن، راح يكون مثل اميون. هاي هسه راح نجي نطرق لها. اما سنسري فانكشن ليش؟ لانه بنهايات حسيه عن طريقها احنا راح نحس، يعني صرنا تكتال سنسيشن الاوتر ستيمولي عن طريقها راح نحس، وذلك راح يعزل السنسري فانكشن بارت منها المن للسكن. سكرتري فانكشن ليش؟ لانه بيها مجموعه مال جلاند مثل سويت جلاند، هذه راح تصير بيها افرازات تخلص الجسم من بعض السموم والسوائل الزايده، وبالتالي إضافة هذا عنده سكرتري فانكشن. هيت ريجوليشن يسوي لنا منجر بالانس بال تمبرتشر، إضافة ليش؟ لأنه هو راح يحتوي لنا على سبكوتينيوس تشو بأديبوس تشو، هاي الأديبوس تشو مسؤولة على الريجوليشن أوف ذا هيت. إضافة لك سكرتري فانكشن خلص لنا من بعض السموم والصوت والسبستنس، هاي مثل لأنه مثل ما قلنا أكو بي جلاند. سنتيتك فانكشن انه هو راح يسوي لنا سنتسيز للفيتامين دي، لانه مثلا اذا اكو مريض عنده نقص من الفيتامين دي الطبيب راح يقول له اخذ فيتامين دي اورالي، اضافه لانه تعرض للشمس. ليش؟ لانه الالترا فايولت لايت موجوده بالسن راح يسوي لنا سنتسيز للسيلز الموجوده بالسكن عن طريقها، راح يسوي لنا سنتسيز للفيتامين دي ويا الاورال. اوكي، اولسو هم راح يسوي لنا مانيفاكتشرز للميلانين بيجمنتيشن، اضافه لانه من احنا قلنا سكريشن اكسكريشن، اضافه يعني راح يسوي لنا معناها فانكشن اسمها ووتر بالانس، يخلص لنا من الماء الزايد ويخلص لنا من السموم والاملاح عن طريق البريسبيريشن. هسه راح نحكي على الكومبوزيشن مالت السكن. اول شيء ابيديرمس اند ديرمس لاير. ابيديرمس راح يكون البريولوجيكال اوريجين من الاكتوديرمال اوريجين لاير، اما الابيديرمس راح يكون من الميزوديرم اوريجين. الابيديرمس هنا عنده ابيندكس اللي هي راح يكون هيرف النيل سبيشال جلاند سويت جلاند، اضافه لانه راح تكون مثل ما قلنا سبكوتينيوس تشول بالديرمس لاير اللي هي راح يكون اكثر شيء اندر الديرمس لاير. اوكي، تحسوا لنا هيت ريجوليشن جنكشن بيناتهم عن طريق ايش؟ عن طريق الابيثيليال ريدجز اند البابيلاري بورشن اللي قلناها مثل ما بالابيثيليال مات الاورال كافيتي وغيرها، عن طريقها راح يكون الاتصال بين الابيثيليال بارت اللي هي العفو الابيديرمال ويا الدرمس بارت اوف ذا سكن. هذا مخطط راح يوضح لنا الكومبوزيشن مات السكن، بس مخطط هيك توضيحي انه راح يكون الاوتر لاير ابيديرمس ديرمس اند سبكوتينيوس لاير وبي هير فوليكل اند سبيشال جلاند. راح نحكي على الاول لاير اللي هي الابيديرمس، راح تلفنا مستنشفات سكوينس كيراتينايز ابيثيليا مجموعه من الخلايا السكوينس راح تتراصف. الاوتر لاير مالتها راح تحتوي لنا كيراتين، لهذا راح نسميها سكوينس كيراتينايز ابيثيليا. هاي الخليه الفانكشن مالتها هي شنو؟ خليه يعني فانكشن دفاعيه بروتكشن للاندرلاينج تشو للفورم بادي. راح بيها اربع تايب سيلز وخمس لايرات. اللايرات طبعا احنا نقدر نرتبها من الاوتر تو انر او من الانر تو اوتر. بس راح نرتبها من الاوتر اللي هي كورنيوم ليوسيدام جرانيولوزم سباينوزم اند البيزال لاير. اول لاير راح ناخذها اللي هي ستراتم كورنيوم، راح تحتوي طبعا على الكيراتين وكيراتينوسايت هي اللي راح تسوي لنا الكيراتين. اوكي، لها فانكشن راح يعني لها عفوا خاصيه الميتوزس، ويصير بها كونتينوس تيرن اوفر للاوتر لاير مات السكن اللي هو الكيراتين. هذا راح يصير بي شنو؟ شيدنج بسهوله عن طريق الخسل عن طريق الاحتكاك، وبالتالي الاندرلاينج لاير راح تجي تحل محلها وتسوي لنا لاير جديده. طبعا هاي السيلز مالنا راح تكون كولومينار سيل.
اما بالستراتام اليوسيدم هذا طبعا في اللاير راح تكون اندر الستراتام كورنيوم. الابيرنت مالتها راح يكون اكثر شيء تبين بالسكن يكون ثيك اوكي، راح تبين عباره عن ثين لاير جوا الستراتام كورنيوم فلات سيل مترتبه ومتراصفه ثين لاير، راح نشوف اكثر شيء ترانزليوسنت بالثيك سكن اكثر شيء راح تبين. اما ستراتم جرانيولوزم راح تكون هي الثالث لاير، من راح نشوفها اندر مايكروسكوب راح تكون بوليجونال سيل اوكي، وراح تحتوي لنا سيتوبلازم وبي كيراتينو هايرين جرانيولز. اما السباينوزم طبعا هي راح تكون ثيكر لاير، اكثر لاير ثيك موجوده بالابيديرماس لاير، هذه مجموعه من الخلايا المتراصفه راح تصير تعطينا اسمها سباين ستوديت ابييرنس، راح تتراصف وحده بصف الاخرى. هاي ستراتم سباينوزم طبعا هذه بيها ميلاني بيجمنتيشن هي مو البيزاليه، صراحه نجي نحكي عليهن. اما ستراتم بيزالي هذه المسؤوله يعني هي عندها انتنس مايتوتيك اكتيفيتي، يعني هي البيزال لاير، هاي المجموعه من الخلايا شوفوا هنا انا ومؤشر لكم هذه متراصفه وحده ويا وحده، هذه مجموعه من الخلايا تتراصف راح تسوي لنا انتنس مايتوتيك اكتيفيتي، لها قابليه حتى تنتجنا نيو سيلز للاوفر لاينج يعني للاعلى سيلز. احنا مو قلنا الكيراتين راح يصير بي شيدنج، من تحصل من الاندرلاينج لاير اللي هي من البيزال لاير راح يبدي ينطي السباينوزم الكرانيولوزم يوسيدم والكورنيا اوكي طلاب. هذه اللي شنو كونستانت تيرنو رينول اوف ابيديرماس لاير، لها قابليه للتيرنوفر سريع. هذه مجرد مخطط راح اشوفكم اللايرات، هاي هيستولوجيكال بيكتشر راح اشوف انها من البابيلاري بورشن واندرلاين كونكتيف تيشو الى ستراتام كورنيا. هاي هيستولوجيكال بارت راح تكون اوضح، هاي كلها ستراتام كورنيا، شوفوا هنا راح يصير بي شيدنج للاوتر لاير. عندكم هنا هاي اليوسيدام لان هذا ثيك سكن، هذا اليوسيدام دا تشوفوا هنا اكو بارتات هنا مبين، هنا شويه مبين هذا هياته هذا كليته هذا اليوسيدام. عندكم هنا الجرانيولوزم وراء السباينوزيس لاير، وهاي اللايرات يعني حلقة بصف حلقة، هاي راح تكون البيزال لاير مالت الابيديرمس. اما الجوا راح يكون البابيلاري بورشن مالت الدرمس، هسه راح نجي نحكي عليه. بالنسبة احنا مو قلنا خمس لايرات واربع تايبات اباندنت سيل، راح يكون كيراتينوسايت ميلانوسايت لانجرهان سيل اند الميركل سيل، كل وحدة لها فانكشن. كيراتينوسايت من اسمها كيراتينوسايت، هي الكيراتين اللي هي الاوتر لاير، طبعا ال هاف لايف مالتها راح يكون 2 تو 4 ويك، راح يصير بيها شيدنج مثل ما قلنا انه راح نغسلها او يعني يصير احتكاك توقع. هاي مسؤوله على الكيراتين فورميشن، راح يكون الاوتر لاير اللي هو راح يسوي لنا البرودكشن. بالنسبه للميلانوسايت من اسمها ميلانوسايت، هذه لها قابليه حتى تسوي لنا الميلانين عن طريق الانزيم اسمه الترايوسينيز، هذا راح ينتج من الترايوسين امينو اسيد، هو هذا راح ينتج لنا الميلانين، وبالتالي راح ينتج لنا الصبغه الخاصه وين بالجلد. كل ما زاد صبغه الميلانين راح يكون مور دارك ذان ما تقل صبغه الميلانين. هذه بيكتشر تشوف لنا انه ترى صبغة الميلانين اكثر شيء بالاندرلاينج لاير، يعني قريب من الفاسكولار لاير لان هي اكتف سيل همينه. بالنسبه للانجرهان سيل راح نشوف انه هو عباره عن شنو، دندرايتك سيل، هاي وظيفتها عباره عن شنو، اميون سيستم ماشي، هي تحافظ لنا على الاميون، تحافظ لنا على الهيلث مالت السكن، موجود اكثر شيء بالستراتم سباينوزيوم اوكي طلاب، وشيب مالتها بعض طلاب شيء يعني مثل الاميون سيلز تصير كلها دندرايتس يعني بها منه ومنه زوائد. اما بالميركل سيل هذه وظيفتها تكتايل سنسيشن، ليش؟ لانها راح ترتبط بالنهايات الحسيه الموجوده وين اللي تمتدلنا من الدرمس للابيدرمس البيزال لاير، اكثر شيء موجود بالبيزال لاير راح ترتبط بها عن طريق احنا راح نحس بالبروده والحراره خلال التاتش ريسبتر يسموه، ونحس يعني لها فانكشن اسمها تكتايل سنسيشن، راح نحس عن طريق هاي الخليه اللي راح تنقل لنا الاعازات الحسيه. هسه راح نجي نحكي على ثاني بارت من السكن اللي هو الديرمس، اللي هي راح يكون كونكتيف تيشو طبعا وفاسكولار هم نبي فازلز ماشي. هو هذا يغذي لنا الافاسكولار لاير اللي هي الابيديرمس، احنا قلنا بس مجرد بها نهايات اوكي، ومسؤول على ننطي نيوتريشن للاوفرلاينج لاير.
الديرمس راح يكون ديفايد انتو تو زون، راح يكون البابيلاري بورشن اللي هو قريب من الابيديرمس، والروتيكولار بارت اللي هي اندرلاينج للبابيلاري بورشن. طبعا هذا الروتيكولار بارت اللي هي راح يكون بالمنبع مات الابندوس ماتش مات السكن. اوكي، هذه الديرمس احنا قلنا كونكتيف تشو، يعني بفايبروبلاست، بفايبرز اللي راح يكون الاستيك فايبرز او كولاجين فايبرز، راح يكون الاستيسيتي اكثر لانه راح يحتوينا على الاستيك فايبر هوايه، اضافه لانه هذني كلهم مغموسات بالجراوند سبستنس الموجود بي، راح ينطينا سبورت والاستيسيتي للسكن. شوفوا طلاب، هذا بما انه احنا مو قلنا هاي الابيثيليا سباينوزيوم، اوكي هذا البيزالي، راح نجي نحكي هذا قلنا بابيلاري بورشن، هذا ريتيكولار بورشن مات الكونكتيف تيشو الاندرلاينج للابيثيليا او الابيديرمس. الابيديرمس راح تكون من بابيلاري بورشن اند ريتيكولار بورشن، هذا بيورلي كونكتيف تيشو جوا سبكوتينيوس لاير. البابيلاري بورشن احنا قلنا اللاير اللي هي ورا الابيديرمس، وظيفه مالتها هي عباره عن اكثر شيء ثرموريجوليتر وتدز النيوتريشن للاوفرلاينج لاير. اوكي، اضافه لانه راح تحتوي لنا عليش على النهايات الحسيه اللي راح ترتبط بالبيزل لاير ماتش مات الابيديرمس عن طريق الميركل سيل تعطينا التكتايل سنسيشن. هاي صورة توضح لنا اياه. طبعا هنا انا اكو في ستراكشر اسمه الميسينرز كوربوسيكيولز، هذا شنو هو؟ هذا الارتباط ما بين هذني السنسوري نيرفز، اوكي، وهو المسؤول عليش على اللايت تاتش، يعني اقل احساس هو مسؤول عليه هذا. طبعا هيستولوجيكالي هذا شكله موجود اكثر شيء بالبابيلاري بورشن. اما بالنسبه للارتيكولار ديرمس لاير، ها راح بشنو اللي هي بفايبرز اكثر شيء، راح تعطينا الالاستيسيتي مات السيلز، ومن عنده راح يطلع من عند الهير فوليكلز والجلاند ستراكشرات الابندج مات السكن. هذا الارتيكولار بارت. بالنسبه للابندج مات السكن اربع تايبات كنا نعرفها اللي هي الهير فوليكلز والهير اند السويتي جلاند والسبيشس جلاند اند النيل، راح نحكي على واحدة واحدة. هير فوليكل هو عبارة عن شنو؟ انفاجينيشن موجود من الابيديرمس الى الديرمس لاير. هذا الانفاجينيشن راح يسوينا فتح ويصلة تقعد بيها الشعراية، اضافة لانه اكو ستركتشرات راح تكون مصاحبة للشعراية، مثل ايش؟ مثل اكو مصر اسمها الاريكتر بيلي مثل ما اخذنا بالاناتومي، هي مسؤولة على الكونتراكشن المن للسبيشس جلاند، اي ان السبيشس جلاند همينا من ضمن الملحقات الخاصة بالشعراية، راح يصير بها تقلص عن طريق الاريكتر بيلي. هاي راح يسوين السيبا مات السبيشس جلاند راح تطلع للخلي للشعراية، وبالتالي حافظنا على اللوبريكيشن مالتها، وحافظنا على همينا يعني انتي بكتيريال يعتبر للشعراية. اوكي، شعراية راح نقسمها الشفت هذا يعني الجزء الطويل اللي هي الخارجي، والروت مالتها اللي هو بالامبيدد بارت، اضافة لانه الروت اللي هو راح يكون بانفاجينيشن اسمه بالب، عن طريق هذا راح انه نحصل على البلد فازل والنيوتريشن للهير. هذه بس انماتيك بيكتشر، راح نشوفونا ستركتشرز مات الهير. هاي هيستولوجيكال بيكتشر، هاي سبيشس جلاند شوفوها طلاب، وهذه الروت مات الهير فوليكل، هاي هير فوليكل، وهنا الروت مات الشعرايه، هاي الفوليكلز كلها مات الهير. النيل اظافر كنا نعرفه من ايش تتكون، الروت وشفت والبوردر الاخر النهائي، بس هنا اكو صوره اوضح وياها همينه. النيل النيل العفو ريبليس كيراتينايز لاير، طبعا ما يميز الاظافر راح تكون لنا الابيثيليا مالتها بس تراتم بيزل لاير فوقها سباينوزيوم، بتجي وراها ثيك كيراتينايز لاير. اوكي، 3 بارتس احنا راح يتكون بروكسيمال والاكسبوز بارت اللي هو البادي مالته، اضافه للبوردر النهائيه هذا الشكل، صورة قلت لكم عليها اوضح. هاي هيستولوجيكال بيكتشر، شوفوا الطلاب كلها عبارة عن كيراتينز، من يعني ما بي هاي لاير، ما بي يعني لايرات الباقية مثل الابيثيليا الاعتيادية. هسا راح نجي نحكي على السويتي جلاند. السويتي جلاند طبعا هي نوعين، اهم شيء هاي اطلبكم تركزوا لي عليها. السويتي جلاند راح يكون نوعين، اول شيء اما الايكوكراين او الابوكراين. التسمية مالتها جابوها من ايش؟ من اول شيء التاب مات السكريشن، ثاني شيء البوزيشن مالتها، ثالث شيء السكريشن اللي وين اليا مكان، يعني الفانكشن مالتها ده تسوي سكريشن اليا بارت. الايكوكراين السكريشن مالتها كله الاوتر لاير مالت السكن، ولهذا راح تكون كلش اعدادها هواي. اما بالنسبه للابوكراين لا، راح يكون ويا من للهير فوليكل.
البوزيشن مال هذه يختلف عن هذه، اذكم انتم تحفظوا لي. اوكي هنا abundant بالبالم والسول، اما هذه لا، هاي بوزيشن النيبل والارمبيت اند الكرون راح يكون اكثر شيء موجود به الابوكراين. بالنسبه للابوكراين راح يكون السكريشن مالته فيسكوس عكس الايكوكراين اللي هي او الميروكراين، هاي تسميه ثانيه، اللي راح يكون اكثر شيء ووتري سكريشن. الصوره مالته يعني مطلوبه والرسم مطلوب. هاي صوره راح توضح لنا ان السكريشن راح يكون المنن، شوفوا من ال يعني الريتيكولار بارت مات الابيديرماس راح تمتد للسكن اللي هي شنو هي الايكوكراين. هاي التايب الثانيه مات يعني هي من السويتي جلاند، راح توضح لنا شوفوا شكلها شلون، هاي كروس سكشن لها. اما السبيشال جلاند هي خليه ملازمه المن للهير، الوظيفه مالتها الليبريكيشن وانتي بكتيريال اكشن، الدسشارج مالتها اسمه السي بام، طبعا راح يصير بي اكسكريشن عن طريق الاركتر بلي، راح يصير بيها شنو كونتراكشن للجلاند، راح يصير السي بام راح يطلع اماما للهير فوليكل، حافظنا على الليبريكيشن للهير. هاي السيرجيكال بيكتشر راح نشوف عن طريقها انه هنا ترى اكو بالبيزل لاير مات لها كلها ستيم سيل مسؤوله على انه راح تنطينا سيلز في حاله انه اكو جزء من السيلز الموجود بهذه جلاند راح يصير بيها لوز. عن طريق هذه هسه راح تعوض لنا اللوست بارت مات السيلز اللي هي صار بيها لوزينج بالسكريشن. وقلت لك